عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها وفي رواية احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يكون له المنزل في الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عنها